وبالفعل ذهب الجميع لإنقاذ الفراشة، وبعد عناء شديد استطاع الجميع إفلاتها من شباك العنكبوت. اعتذرت النحلة والدعسوقة من الذبابة لأنهما لم يصدقاها من البداية، فقالت الذبابة: لا تعتذرا، فأنا المخطئة، أنا لم أقدر الصداقة، فلطالما آذيتكم بمقالبي، لقد تعلمت درسا لن أنساه، أعدكم بأن لا أعود للمقالب أبدا. فأجابتها الفراشة: ونحن نعدك بأن تبقي صديقتنا إلى الأبد، فلقد أثبتت اليوم أنك صديقة مخلصة وفية.